اللابتوب اللي معانا النهارده هو لابتوب اسوس، ده بلت ان باتري، يعني البطاريه بتاعته بلت ان. علشان نغير بطاريه لازم اللابتوب بتفك بالكامل. تمام، بلت ان بروسيسور. على فكره البروسيسور موجود بلت ان في المذر بورد. من اللابتوبات الكويسه والرخيصه كاستعمال عادي، ولكن منصحش بيه لو استعمال بروفيشنال، فالجهاز ده هيكون امكانياته ضعيفه جدا. الجهاز ده بينزل بهارد ديسك 250 جيجا توشيبا، ده الاساسي اللي موجود فيه. اللابتوب ده فيه مشكله في الهارد ديسك زي اللابتوب اللي فات اللي كان في الفيديو اللي فات اللي هو 50 40. غيرنا الهارد ديسك وهنشوف مع بعض ازاي نقفل الجهاز تاني. وبقول تاني يا جماعه، هو تقفيل الجهاز هي نفس طريقه فكه ولكن بشكل عكسي. طبعا عشان نغير الهارد بنفك المسمارين دول، ده مسمار وده مسمار. تمام، ونطلع الكفر، بنلاقي الهارد متثبت باربع مسامير في الجناب هنا، بنفك الاربع مسامير وبنستبدل الهارد. الهارد ده لو لاحظنا هنلاقي فيه مسافه هنا ما بين الهارد ديسك وما بين الجزء بتاع الكفر، لان الهارد اللي احنا مركبينه نوع سلام اللي هو الهاردات الجديده، بيختلف عن الهارد القديم في السمك بس بتاع الهارد ديسك درايف. هنبص على الكيبورد، ده شكل الكيبورد اهوت، وده شكل الفريم العلوي اللي موجود في الجهاز. بيكون اماكن التوصيل بتاعته من تحت، ده مكان توصيل التاتش باد الماوس، ده مكان توصيل الكيبورد، ده مكان توصيل الباور. طيب علشان نقفل الجهاز هيبقى بالشكل ده كده، ممكن نميله عشان نشوف بشكل اوضح. اول حاجه هنقفلها او هنركبها اللي هو الباور. يا رب يكون الفيديو واضح بالشكل ده كده. ده خلاص ده كده خلاص قفلنا الباور. ده عندنا ده الماوس الكيبورد، ده بيتقفل بالشكل ده كده كده. ده الكيبورد خلاص، وبقى عندنا ده التاتش باد او الماوس. بعد ما قفلنا الاجزاء دي هنركب الفريم. طبعا الفك بيكون عكس التقفيل بالظبط، هو كل الجهاز بيركب عكس بالشكل ده. ده كده خلاص قفلنا الجهاز. نعمل تشيك كده، ده الباور شغال، وده نشوف كده ده الكيبورد شغاله والماوس اكيد برضو شغال. هنقفل باور. دي احجام المسامير اللي موجود عندنا، ولما نيجي نقفل بنراعي ان انا اركب المسامير في اماكنها. لو في مسمار اكبر من المقاس بتاعه ممكن يكسر لي الفريم من الناحيه العكسيه. يعني ايه؟ يعني انا بربط كده، لو بربط هنا مسمار طويل هتلاقيه طلع من الناحيه الثانيه فبوظ شكل اللابتوب. فانا بكون حريص على ان المسامير اللي انا بقفلها في الجهاز تكون هي نفس الاحجام اللي انا بتعامل معها. ده كده اهوت اوكي، احنا كده ماشيين صح. وده في عندنا ده مسمار اهو، ده واحد، ده حجمه كبير قوي، ده برضو هنا حجم كبير، ده مش بتاعه خالص. يبقى هنشوف ده ممكن يكون المسمار الحجم ده. ده كده تمام، وده كده تمام معانا. ده كده المسمار ده، ده بتاع البطارية بيكون حجمه أكبر شوية. ده واحد، وده ايه؟ اتنين. اتبقى عندنا المسامير دي على ما يبدو انها بتاعت لابتوب تاني، مهيش تبع اللابتوب ده، لان يعني اللابتوب ده انا فكه من فترة. ده كده خلاص قفلنا المسامير بتاعتنا وقفلنا الفريم. نبدأ نعمل تشيك على الجهاز. ده باور كده شغال تمام.
اوكي عايزين ننزله نسخة ويندوز. في عندي ده سي دروم خارجي يو اس بي، الموديل بتاعه ايميشن لان السي دروم بتاعة الجهاز فيها مشكلة، فهنوصل يو اس بي. وبعد ما نوصل يو اس بي لازم نفصل باور. تمام، هفتح الجهاز باور تاني وهيبدأ مع بداية التحميل. اضغط على F12 عشان ندخل في مرحلة البوت. اهو اجي هنا على البوت. ياريت الفيديو يكون واضح، ده كده بيتهيألي واضح شوية. اوكي، هاجي هنا على مرحلة البوت واختار البريوريتي. ده سي دروم درايف باتن بوت، ده البوت رقم واحد. هقول له ده خليه في السي دروم اهو، وده الاتنين اللي هو الهارد ديسك درايف. هقول له F10 ويس. ده اسوس وهيبدا معايا في التحميل. بدا اهوت في السيت اب بتاع الجهاز او سيت اب الويندوز. نبدا نكمل مراحل تسطيب الويندوز. زي ما احنا شفنا الموضوع بسيط جدا، مش صعب. الفكره بس في انك تفك اللابتوب وتقفله تاني زي ما كان. بس اتمنى اكون افدتكم في حاجه النهارده، ومش هفكركم ياريت لو الفيديو عجبكم لايك، ياريت سبسكرايب للقناه. جهاز الجديد دي يكون بسيطه لبعض الناس، بس انا يعني ايه بحاول ادون الشغل اللي انا بعمله. جايز حد منكم يستفيد منها، او حد بيكون بيعمل سيرش او بحث عن طريقه فك اللابتوب فيستفيد من الفيديو اللي انا عملته النهارده. هنكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، واشوفكم على خير. لا اله الا الله.